تبارك الله تبارك الله شعل فيها تبارك الله على بورية هربت تبارك الله أنا أوريكم على أحجام أنا والله ما متية تبارك الله شوفوا الشبكة شوف واو تبارك الله وصلت على النبي كيفاش كاد الزيت خارج منها الشحمه ديالها كيفاش كتغلي تبارك الله على شرا الله تبارك الله اليوم الخير اليوم شوفوا تبارك الله على شرا السلام عليكم الاخوان كنتمنى تكونوا كاملين بخير مرحبا بكم معنا في نهار جديد ومرحبا بكم معنا في فيديو جديد اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غنصاد لكم بالتقنيه ديال سبينينغ وغنصادوا بالشبكه ضد الطراح جبرتوني دابا وصلت للواد مده طويله ما وصلت ليه هنايا والواد كما تشوفوا مرايا موسق معك طاح الشتا دابا غنشوف واش غنشبر لكم الدرعي هنايا في البلاصه اللي كيتلاقى فيها الواد مع البحر ما شبرت والو في هذه البلاصه غنطلعوا كنصادوا بالشبكه الطراح في الواد الفوق هذا الشيء اللي غيكون ان شاء الله اليوم في هالفيديو نبداو الفيديو ديالنا على بركه الله فرجه ممتعه بسم الله هذه اول سيوبات التقنيه ديال سبينينغ براغلو والبيلدو على الله يضرب علينا شي درعي نشبر لكم غير الدرعي نص كيلو بارك اما الكبير باقي ما بداش يدخل معايا اول درعي صغير اي الله بديت كنصاد هذه السيوبه وقيله الثالثه الدرعي صغير نوكل تبارك الله بعدا غير ملي شبرت الدرعي ماشي مشكله واش صغير ولا كبير هذا غنرجع نتلاقلو يلا سير عيط لباك يجي لي هنايا معايا الدرعي صغير الثاني هذا كبير على قبيل شويه اجي لهناش هانتوما يا سات ثاني اللهم بارك هذا نوكيل ضروري خصنا نرجعو سير ما بقاش كيضرب عليا بالتقنيه ديال سبينينغ والحمد لله شبر جوج درعيات صغارين ورجعت تلقتلم وكاين الصغير كيجور على الراكلو وما كيحصلش دابا ساعه كيجور وما كيحصلش غنزل القصبه وغنمشي نجيب الشبكه ضد الطراح وغنمشيو نصادو نشوف واش نشبروا البوري اللي هان وغنجرب حتى هنايا في البحر شوف واش نشبروا شي درعي يكون متلوف ما نعرف حنا والزهر ديالنا عاد في الاخر في العشيه غنرجعوا نصادو بالتقنيه ديال سبينين الواد كبر بزاف طاح الشتا والمرجع مخربط ما عرفتش واش كاين البوري في الفوق في الواد او لا بسم الله غنبداو كنصادو بالطراح ما عرفتش واش غنشبروا اليوم شي حاجه ولا لا بان لي البوري قليل حتى هنا فين كيتلاقى الواد والبحر كتعلى الموجه كيبان لك البوري كيرعى تحت الموجه اما دابا ما كيبان لي والو غنجرب هنايا فين كيتلاقى الواد مع البحر عاد نطلعوا الواد الفوق هذه غتكون اول سيوبه ان شاء الله اذا كان البوري اذا كان البوري في ديك البلاصه ضروري ما يحصل هاد السيوبه جات واعر خاوية فيها فيها شتوها فين كتغادرات أول بورية كتغادرات في الموج الحمد لله شبرت اول وحده السيوبات الثانيه اش اللي هنا اجي اللي هنا ما كاينش اليوم ليو باش يلعب نحشوها في الشبكه تبارك
تبارك الله تبارك الله شعل فيها تبارك الله على بورية هربت تبارك الله شوف يا البوري كي هرب شوف شوف تبارك الله على بورية تهربوا تبارك الله الخير تبارك الله أول مرة في حياتي كنشبر هاد الحوت تبارك الله أما يمكنش هاد البوري كامل أول مرة كنشبر هاد الخير تبارك الله اللهم بارك وزيد في ذلك الحمد لله والنص الكبير هرب لي والله إلى النص الكبير شوف على بورية فيها كيلو زيادة تبارك الله تبارك الله الخير والله إلا علينا نطير بالفرحة والله ما متيق أنني شبرت هاد الحوت بالطراح تبارك الله الخير الحمد لله على هاد النعمة أول مرة في حياتي كنشبر سيبة وحدها العدد ديال الحوت غنحس بشعل هنايا من بوريات والنص الكبير كما تشوف في الفيديو نقزو من الشبكة هاربو غنوريكم عليها أحجام أنا والله ما متيق تبارك الله شوفوا الشبكة شوف البورية فيها أكثر من كيلو والله إلك شوفوا على خير شوف شوف شوفوا معايا على خير اللهم بارك وزد في ذلك اللهم بارك هلوا لي كاينه بقى وحده بحالها كبيرة بحالها تبارك الله عاد نمشيو للصغاري هذه اللي بقى كبيرة على يا خير اللهم بارك هاد النوع ديال البوري في شكل سبحان الله هاد الثانية تبارك الله البوري عامل بحال درعي تبارك الله تبارك الله الخير هادي الثانية دابا باقي ماشي ديك الكباري الثالثة الرابعة ما يمكنش عرفتوا شعال فرحان الخامسة ستة ستة البوريات سبعة ثمانية واو 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 سعد اللهم هذا الخير أما جبرت أقول نسيت عليه ما بقيتش عاقلش على البوريات واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة هذه عشرة أتلفت والله إلا تلفت حداش 12 وباقي الخير باقي 13 14 15 كنظن هذه آخر واحدة وهذه 16 صافي الطراح ما بقى فيه والو تبارك الله أنتم الصندوق هذا الحوت تبارك الله شوفوا هذا هاد الغول هذا شوف 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 تبارك الله شوف شكون سبق له شاف هاد البوري بحال هايدا شكون اللهم بارك وزيد في ذلك الصندوق هاد سيوبا وحده 16 بوريات سيوبا وحده اول مره في التاريخ ولكن هاد الاحجام هادو ما يمكنش طراح جبدته بالدراع
اللهم بارك، اللهم بارك وزيد في ذلك. الحمد لله على هذا الخير. الخيال العلمي غير هذه قد عمر هذه الشبكة تبارك الله. ثانية والله إلا فيهم كثير من كيلو هاد الشوش تبارك الله. يدي عيار لبعنش البار هادو عم قاعد كنحشي هنايا وغنمشي الخسلان وارجع نكمل الصياد. طاش بورية ضربة واحدة تبارك الله. هاد الشبكة صافي عمارت سيوبا يا قرا نجي بحال هيدا الحوت غنجمع نمشي بحال هانتو اميمكنش. هنايا واحد 6 الكيلو ولا 7 الكيلو د الحوت د البوري اتقيله. غنعاود نسيف ديك البلاصه على الله تفتح الشبكه مزيان. الشبكه تفتحت مزيان دابا لي بلي ما فيها والو. عيت ما نسيب صافي البوري ما بقاش يتما. البوريات اللي كانوا جمعتهم في تسيوبه واحد مقبل وانا كنصاد ما زيد شبرت حتى شي حاجه. غنوقف صياده وغنمشي نوري لكم الحصيله وقبل ما نوري لكم الحصيله غنمشي نجمع العواد باش غنعدلو شي شوايه. غنشبر واحد البوريه كبيره وغنعدلوها في الشوايه وواحده كبيره غنطلع على الدار والحوت اللي غيبقى لي كامل غنصدقو على الناس اللي غيقوزو من اللي هنايا. نشوفو شحال هنايا د الحوت. اللهم بارك تبارك الله تبارك الله تبارك الله. غير هاد الجوج هادو بركه مليح تبارك الله. هادي غنخليها للدار وهذا غنطيبو ياه. هادي غتجي في الشوايه وواعر. غنشبرها البوريه وغنقسمها مطاهرة على جوج ما نحيدلاش البشره ديالها غنخليها بكوشي غنحيد لها غير المصارن صافي غنفتحوها من... بهاد الطريقة. دابا عرفت واش غنعمل، غنمشي نغسل هاد الحوتة نغسلها بالماء د البحر ونجي باش نحشوها في الشواية. البورية ديالي غسلتها مزيان هاد الشواية محاش باش غتسع في وسطها تبارك الله. هذا الدرعي ماشي البوري. ما غتشاتش اللهم بارك ما بغاتش يتشهد. عرفت واش غنعمل؟ هاد الطرف اللي فيه اللحم غنخليه في وسط الشوايه وهاد الراس هذا غيبقى برا واخا ما يطيبش. هادو كافيين شكرا. زيد هادي زيد هادي شكرا اخويا بالصحة الله يعاون. نعطيه الكبير ديالكم هذا شد صح الله يعاون. دابا عاود نخليو لشي واحد ياخر عاود صحة. داز واحد السيد عطيت له أربعة بوريات الباطاجين ديالو يلا مشى بحالو وكيقوز واحد خمسة ولا ستة دراري صغارين كيقراو هنايا في الصيحة في دار الطالب. عطيت لهم خمسة قال لي كيديوهم لدار الطالب وكيطيبوهم لهم تما. قلت لهم تما بزاف بكم ما غيكفاوكم شي هادو. قالوا لي هانيه ماشي مشكل بغيتي تعطينا الحوتة راه منا ما بغيتيش ما عندنا حتى شي مشكل.
صافي شبرت وعطيت لهم 5 بغاو يبيعوها ولا يطيبوهم في دار الطالب. ما كاين حتى مشكل، ما عرفتش دابا شحال باقي تما. نقدر نعطي لشي جوج د الناس اولا الواحد، غنستنى يقول شي واحد اخر غندبر عليه الطاجين. بالنسبه للعافيه هي مشعوله، غنستناوها شويه وغن نشويو البوري ونبداو في الوليمه ديالنا. والله الا اليوم غتكون عندي الزر. البوري غنقلبها لاتجاه اخر، غنشوفها واش طابت. بسم الله واو 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 تبارك الله، وصلت على النبي. كيفاش كاد الزيت خارج منها، الشحمه ديالها كيفاش كتغلي. والله ما تقولوا البوري، والله الا تبارك الله قولوا الدرعي. القلبه الاتجاه اخر، الحمد لله هذه المره ما حرقتش. هذا البوري جا طيب من اتجاه هذا، الاتجاه هذا جا طيب واعر حمار. دابا نقلبوا الاتجاه يا اخو. البوريه بركه عليها من اتجاه اخر، ناضت العافيه. الراس استحرق كامل، انا خليتها طيب مزيان باش يزول منها ديك الزيت. الراس زال طاح بوحدو، اصلا ما غناكلوش، غنخليه تما كيتحرق وغنمشيو نبداو في الوليمه ولا الزر. بسم الله غنبدا كناكل ونقيس هذا البوري كيفاش جا. اول مره كنشوي انا البوري بهذا الحجم هذا، واول مره غنشبر البوري بهذا الحجم بالطراح. هذا ماشي البوري، هذا الدرعي تبارك الله، ما عملتلوش الملاح وما جبتش الليمون. كما كنقول لكم انا كيعجبني هذا الشيء طبيعي، ما نزيد له حتى شي حاجه. تبارك الله، ايوا كتغطيح. شوفوا على الحيمه، شوفوا على الحيمه، الحاولي د العيد. بسم الله والله الا هادشي طلع واعر. هذا الدرعي ماشي البوري. يا سلام على ما دق به. البوري كبير في واحد المذاق احسن من الصغير. هادشي بوحدي بزاف عليا. قولوا لي كيفاش جاتكم الجلسة هنا، حدا البحر وحدا الواد. والله الجلسة واعرة، الكال ما كاينش صداع مرة. سبحان الله مشحم كي تلقى الزيت. الحمد لله كليت وشبعت. والله الا هذا البوري مشوي اطلع واعر وخاطر خاطر. والله الا بحال اللي كناكلو الدرعي ماشي البوري. دابا عرفت اش غنعدلو؟ غنمشي نجيب القصبه ديالي ديال سبينينغ وغنصادو بالبيلدو والراكلو، نشوفو على الله نشبر لكم شي حاجه. ما نعرف نشبرو الشرال اولا الدرعي، ما كان والو غنجمعو وغنمشيو في حالنا. باقي لي شويه ديال البوري، غيدوز شي واحد غندبر عليه ان شاء الله الطاجين ديالو. العافيه ضروري
تطفيوها ما تخليوهاش مشعوله، خصوصا اللي كيشعل العافيه حدا حدا الغابه. انا هنا ما كاينش الغابه واخا هيدا كنطفيها. دابا نبداو كنصادو بالبيلدو والراكلو، غنشوف واش هيضرب لينا الشرال ولا الدرعي. ما ضرب علينا والو، غنجمعو نشوف حنا. ما ضرب عليا والو، الدرعي صغير وما كاينش. نقدر نبقى هنايا حتى يطيح السلس. المهم غنقول لكم واحد الخاتمه وساعه نرجع نصاد. شبرت شي حصيله غتشوفوها في الفيديو، ما شبرت والو، ما شفتوني ما شفتكم. وصلنا للنهايه ديال الفيديو، جبرتوني غنمشي بحالي الحمد لله. قاس كل شيء هو هذاك، شبرنا لكم جوج درعيات صغارين بالتقنيه ديال السبينين، ورجعت تلاقت لهم وشبرنا لكم الحوت بالشبكه ضد الطراح. سيوبه وحده 17 ديال البوريات كبارين، وجوج فيهم شي جوج ديال الكيلو، وحده قول فيها كيلو ياخرى كيلو، وحده طيبتها طلعت واعره والله الا قولوا كذاك له الدرعي ماشي البوري، وحده خليتها غنديها للدار، والبوري اللي بقى لي كامل صدقته اعطيته للناس اللي كيقول شي واحد كندبر عليه الطاجين ديالو اللي هنايا. ما غنزيدش نطول عليكم كثار من هيدا. بغيت نشكر قبل ما نسالي الفيديو، بغيت نشكر الناس اللي كيعدلوا لي الاعجاب بالفيديوهات، وبغيت نشكر الناس اللي كيعلقوا لي على الفيديوهات، وبغيت نشكر حتى الناس اللي كيبارطاجيو الفيديوهات ديالي مع الاصدقاء ديالهم. بكم ان شاء الله غنستمروا، واذا الاخوان اول مره كتشوفوا الفيديوهات ديالي ما تنساوش انكم ضغطوا لتحت اشتركوا معايا في القناه وفعلوا معكم زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا ان شاء الله. واذا الاخوان ديجا مشاركين معايا في القناه، حتى انتم محتاجين للدعم ديالكم، هبطوا لتحت عدلوا لي الاعجاب بالفيديو وخليوا لي التعاليق ديالكم باش كتحفزونا نعدلوا لكم الجديد. وما نساوش الشعار ديالنا، لسنا الافضل لكن لنا اسلوبنا الخاص. تلقاو شي فيديو اخر وموضوع جديد، مع السلامه. معايا شي حاجه كنظن الشرالة، الشرالة ماشي الدرع. تبارك الله الشرالة كبيره هذه اللوليه، القمره اليوم مكماله. تبارك الله على الشرالة، تبارك الله اليوم الخير اليوم. شوفوا تبارك الله على الشرالة، وعيني عمرتني بالرمل. هنا يوجد الانواع ديال الشرال، واحدة الصفراء ديال الريحاني، وياخر الشرال العادي اللي كيكون موجود كيتباع في الاسواق. اما الشرال ديال الريحاني قليل فين غتجبر. تبارك الله شوفوا شحال الشرال شبرت، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية شرالات. هاد الشرالة هادي صفراء ديال الريحاني، هاد النوع بوحدو، هاد النوع هذا لذيذ على هاد. غنضيفهم مع الحصيلة مع البوري